فقرتنا الأخيرة، يقف الشباب أمام مستقبل ضبابي غير مدركين كيفية الخروج من المرحلة الراهنة بأقل الخسائر. ما الحل وما هي الأفكار التي من الممكن أخذها بعين الاعتبار للتخلص من هذه المرحلة؟ معنا الأستاذ نضال بيتار، مدير منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، صباح الخير إليك وللمشاهدين. وأنا دائما بكل مرة أنا سعيد لما بجي لهون، لانه انا مو بس بحكي، انا كمان باخذ شويه طاقه من هون. وما في احلى من طاقتك استاذ، اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه ظروف كثير صعبه، كانت اقتصاديه، ضغوطات نفسيه، وضع صعب عم يمرق على كل الناس، ولكن خلينا نركز على الشباب، على المستقبل، على الاراده، ونحكي من خلال اعمالنا قديش نحن عندنا هذا التركيز، لانه شبابنا هن مستقبلنا اكيد. صحيح سيدتي، بس لحتى هيك بلش بموضوع جذاب، يعني او هي يعني مفاجأة سعيدة للجميع. منظمة الصحة العالمية بتقول انه عمر الشباب هو 65. تمام. يعني هو الشباب اللي احنا ما دائما بنقصد 20 و30 كما هو متعارف، هو يعني اي شخص قادر وفاعل، واي شخص ممكن انه يحط يعني لمسة ريشة بلوحة مجتمع فهو شباب. تمام. فإذا احنا بنحكي على 65، عظيم. تحديات، انا ما شفت ولا جيل قال انه هو كان جيله سعيد. يعني مئات السنين لورا كل جيل بيقول لك نحن الجيل الاكثر ضبابيه، الاكثر صعوبه. اكيد دائما بنسمع هاي الاهالينا. دائما في تحديات. مزبوط. دائما في تحديات، ولكن الوسائل لحتى شوف هذه التحديات او اتعامل معها هي عم تختلف. يعني انا اذكر انه من عشرات السنين كان يكفي انه يتخرج من الجامعه يتوظف، بعدين صار يقول له بدك تكتب سي في، بعدين صار يعمل انترفيو، بعدين صار يعمل ريتن انترفيو، بعدين صار يطلع. فالامور تتعقد لانه الفرص هي ذاتها، لا تختفي الفرص من المجتمع، ولكن طريقه الوصوليه لهذه الفرص هي اللي بتصير اصعب. فهل احنا اليوم اذا عم نقول احنا كشباب احنا مستعدين لهذه اللحظه؟ الشباب كمان بالمنظر الاخر بيلاقي حاجه بقى هلكتونا بالاخباريه، بالتلفزيون بتحكوا على الشباب الشباب الشباب. طبعا هو لازم نحكي عليهم، لانه باي مقاله بتسمعي عن الشباب بيستعملوا كلمة الشباب هم الطاقة والنور. إذا في طاقة في مجتمع، أكيد. إذا في نور في طريق. فإذا هن طاقة ونور. فالشباب اليوم عندهم كورونا، عندهم سيزر، طالعين من حرب، صحيح هذا الكلام، ولكن هل إحنا مستعدين، أو هل أنت عندك القدرة أنك تطلع على قلب هذا القطار وتاخذ مكانك، أما أنت حتتفرج؟ أو كم مرة قدران أنك أنت تبلش من الصفر؟ يعني هي البداية من الصفر هي شوي مرعبة، ولكن إذا فتت بأي قصة تلاقي حالك في عندك خلفية، وخاصة يمكن العمل التطوعي عطاك خبرة، الظرف اللي مرقنا فيه البشع عطانا خبرة. في مساحة اليوم من الأعمال متاحة لم تكن متاحة لجيلي. تمام. ولكن لازم إنه نعرف إنه لازم أنا أتغير. صح. لا تصلح نفس الحلول لكل المشاكل، كل مشكلة لها حل. صحيح. وهذا منه تنظير، يعني أنا عم بحكي من منطلق، يعني اليوم لحتى الشباب تقدر تاخذ خطوة، أنا اليوم ما عاد لي بحاجة بس لجامعة أو شهادة أو تعليم، صار بدي أنا 3 ركائز، أنا بحاجة لنوليدج، لمعرفة، لعلم، لقراية كثير منيح، بحاجة لسكيلز، لمهارات، وهي المهارات العلاقة أو كيف بصنع قراري، كيف بوازن، كيف بكون ما أكون منتقد. هذا الشيء كثير مهم الواحد هو يقرر، يعني بتيجي من قرارة نفسه. صح. وهو يآمن بحلمه ويآمن بهدفه. صح. يعني أنا بتوقع، يعني أنا بالنسبة لي شخصيا بال 2007 كان أول حلم لي إنه أنا بدي أصير إعلامية وأطلع ببرنامج، وحققت حلمي. ليش؟ بس إمتى؟ يعني لما كنت تنامي كنت تشوفي إمتى حققته؟ بعد 12 سنة حققت حلمي وصرت إعلامية. الإصرار، يعني هذا الشيء كثير ابدا مالك متاخره، طول ما انك حققتي حلمك. فاذا انا بدي معرفه، بدي مهارات، بدي سلوك، نحن بنسميها بالانجليزي اتيتيود. شو هذا السلوك؟ السلوك انه انت اليوم لما بدك تنزلي على الاستديو بدك ما تقولي انه فلا بدي انزل وعجقه وميكرو ارجعي على البيت. أكيد. ما في داعي تستمري، اما بدي انزل انه انا بدي اعمل اليوم، بدي شو؟ لانه هذا حلمي وانا الحمد لله حققته. فينا نحكي عن تجربتك كمان الخاصه؟ تجربتي الخاصه حقيقة أنا اليوم قاعد قدامك، بس أنا أمثل ما يقارب 95 شخص. طبعا. يعني أنا اليوم في معي 95 شخص، هم فريق رائع وفريق فظيع. نحن اليوم عم نصمم برامج بسوريا من الحرب، يعني من نهاية 2013 أو بداية 2014، لحتى تقدر منتجات تناسب المجموعة. يعني مثلا عندنا مشاريع هي اسمها مراكز شباب،
بمراكز الشباب هي الشباب بتجي لأعمارها تحت ال 23 سنة بتختار واحدة من 24 مصلحة ومهنة وتعليم موجود عندنا. وهذا التعليم هو ماله نظري، أنا بعرف إنه هذا الشاب مالي من القلم والورقة ولا لا، أنا حنشتغل عملي، فبيقدر يختار بده يتعلم كهرباء، بده يتعلم الكترون، صيانة موبايل، بيختار واحد من هدول 24، بس ما بس بعلمه، لأنه بكون عم بعطيه نوليدج، بعطيه سكيلز، نعطيه 12 موضوع بنسميه مهارات حياة. تمام. لايف سكيلز. كيف يكون فعال بالتواصل، كيف يقدر يوازن، وأيضا بنخليه يشارك بضمن رحلته معنا بهذه المراكز الشباب بشيء اسمه مبادرات شبابية. نحن اليوم بحاجة إنه نروح لمدينة ما لحتى مثلا لحتى ننظف الشارع، نحن بحاجة اليوم نعمل حملة لنجمع دم متبرعين، فنحن نخلق فكرة أو مبادرة هن بخلقوها وبتطلع من الشباب وبنفذوها هن. تمام. الأخطاء التي نقع فيها إنه ما يقرره الكبار ينفذه الشباب. صح. يعني أنا اليوم مثلاً إذا بيحكي عن الشباب كان لازم يكون شعري أسود أكثر من هيك، لأنه الحقيقة أنه اليوم اللي لازم يفكر فيه الشباب هو اللي لازم يتنفذ. أكيد. فهذا منتج للشباب، نحن عندنا مركز بجرمانة، عندنا مركز بسويدة، وخلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله حنكون موجودين بدير الزور، بقدموس، بحلب، بهنانو، بمناطق مختلفة، حنزرع هدول المراكز لحتى يكونوا طاقة ونور. تمام. نعم، خليني احكي بنقطه، يمكن كثير من الشباب بيقولوا خلاص شبعنا من هذا الحكي، خلاص اعطونا فرص عمل، خلاص انا مخلص دراستي ولكن ما عم لاقي بشهادتي فرصه عمل، عندهم حاله من الملل، وبنفس الوقت في عندهم لا حاله من الباور والتقدم الى الامام، وانه عندهم قابليه يتعلموا مهنه ثانيه. طيب هدول المهن الاضافيه اللي رح يتعلموهم هي تنضاف لشهادتهم وهيك، اذا هن غير قادرين لاختيارها، في اخصائيين بيهتموا بالشيء الشق النفسي، انه هذا الشاب يصلح انه هو يتعلم كهرباء كمبيوتر، هو وين اقرب له؟ كم بمرحلة ضايع الشباب اللي بنساوي. نحن في عنا شيء اسمه تحديد مسار مهني. يعني الشاب اللي بده يجي لعنا فهو حيشوف شخص. هو ما انه نفسي، لانه انا ما بمرحله اني اشتغل معه بعلاج نفسي يعني، فهو حيشوف حيشرح له شو هي الفرص وحيقرروا مع بعض هو شو بده. لانه اذا ما هو اختار فلن يصلح هذا الاختيار، فبده يقرر هو شو بده، بيشوف ميزات ومساوئ. يعني اليوم في فكره نمطيه كمان موجوده عند الشباب، نحن بحاجة لتغييرها. الحياة هي ما لها مهندس ودكتور. تمام. أبداً. اليوم الحياة هي اليوم أي شخص اليوم له دور، ودوره كتير مهم. دور بس كتير مهم. كمان بنفس الوقت نسلط الضوء على أشخاص هن ما بيعرفوا من وين بدهم يبلشوا. هدول الأشخاص يعني يمكن ما بيعرفوا إنه هن عندهم موهبة مثلاً. كتير موجودة. كتير موجودة. ما بيعرفوا إنه هن موهوبين بهذا المكان ما خرج. إنه هذا الشخص فيه. تماماً هو شريكي. تمام. طيب إيش هذا الشخص ممكن ندور عليه؟ لهذا الشخص. هذا الشخص تماماً هو اللي ندور عليه. بس هو بده يبذل شوية جهد ليعرف ويني. تمام. يعني ما بصير القصه هاي تبع بسموه بالانجليزي فيدينج باي سبون، دحش بالمعلقه تبع قوم تعلم، قوم سجل، ما حد تزبط، ما بقى تقطع. فهو بيدور علي، بلاقيني، بعطيه الخيار. تمام. نحن بنشتغل بالسنه مع 12000 شاب. ومشاريعنا هي تعليم تدريب منتهيه بتوظيف. اكيد. انا ما بدي بس دربه حتى يرجع يقول كمان تعلمت انا وقعدت بالبيت، فانا التدريب منتهي بتوظيف، بعطيه فرصه عمل وله بعدين الخيار، يا بيمشي فيها يا بينسحب. الحقيقة صديقتي إنه لحنا في شوية وهن، يعني عم نشوف طاقة سلبية، عم نشوف عند كل طاقة سلبية، بس حدا جرب وفشل، جرب وفشل. في كتير أشخاص بيقولوا لي نضال أنا ما فشلت بحياتي. مزبوط، لأنك ما اشتغلت. إذا ما اشتغلت ما بتفشل، بس اشتغل مرة تانية تالتة بتلاقي حالك وصلت. نابليون بونابرت حط قواعد الليدرشيب أو القيادة. تمام. كان يقول كلمة مهمة، كان يقول غادر حيث نجحت. لما بتنجح الله معك، كل بيصفق لك. وابدأ من حيث فشلت، الشيء اللي فشلت فيه لازم تصر عليه، لازم ترجع تشتغل عليه. نحن بحاجة لإعادة نظر اليوم. في ما بيستعمل كلمة، يعني في عدم رعاية، يعني في عدم نظر دقيق لمشاكل الشباب. تمام. في مشكلة وجيلنا يعني مجتمعنا شاب. خلينا نحكي قديش من الشباب صار مستفيد معكم من خلال الدورات، قديش عددهم؟ اللي بنشتغل احنا معهم بالسنه كلياتهم 12000 بمنتجات. المده الزمنيه بيقدر ياخذ حسب البرنامج اللي هو عم ياخذه، هو بس على الغالب يتراوح بين يعني 3 شهور وسطيا. فاذا احنا عندنا مراكز شباب ليتعلم مصلحه،
في عنا لانه مراكز اسمها مراكز انا استطيع، شيء اسمه مركز اسمه اي كان. بمركز انا استطيع اي شخص كان بياخذ سله غذائيه تمام بيجي لعنا بيقول انا ما عاد مؤمن بالسله الغذائيه، انا اليوم مستعد اتعلم مصلحه وبدي شغل، فبيسقط السله الغذائيه بيجي لعنا بيتعلم مصلحه السله طواعيه وبياخذ شغل وبيشتغل. هذا المشروع الثاني. بس هذا الطريق الصح له اكيد صح. اكيد هذا الطريق الصح. هل من المعقول اني دائما انتظر جودو بكل حياتي كل شهر استنى سله؟ اكيد لا. اصلا مفهوم الامن الغذائي هو مو اني اجيب سله لشخص، اني احاول ساعده لحتى يقدر يجيب الطعم تبعه لعائلته. تمام. اذا هذا مشروع ايكان. عندنا مشروع ثالث مهم كثير اسمه رياده الاعمال. اي شاب تحت 23 سنه عنده فكره مشروع رياديه او فكره شغله طالع بباله هو ورفقاته بيجي لعنا بياخذ تدريب 10 ايام وبيتقدم للجنه بيقدم مشروعه معه امكانيه ليتمول ل 3 ملايين. هلا نحن دائما بنحاول نوازن هذه المبالغ مع السوق، بس اليوم عم نعطي اذا عنده فكره انه تفضل هي 3 ملايين بس انت ما حتنفذ المشروع لحالك، انا حضلني تابعك لحتى اشوف من الورق والوثائق انك قد نجحت في تحقيق ارباح بصير مشروعك لك وغير مسترد. طيب مثلا فتح هذا المشروع وفشل فيه، شو بيكون انتم هون دوركم؟ بترجعوا بتمدوا ايدكم بترجعوا بتساعدوه ولا خلاص؟ والله صديقتي البدايات الصح تنتج نهايات صح، فانا لما عم حطه 10 ايام عندي وعم شوفه قديش عم يتدرب ويقدم فحص وينجح ويطلع من مرحله، فهو عم اوريدي عم يصير في فلتريشن عم يتم انتخاب الافضل. لما عم شوف دوامه امتى عم يجي، لما عم يقدم الخطه وعم بمشي معه خطوه بخطوه. يعني احنا الى الان صرنا عاملين 350 مشروع، انا بقدر اقول انه ما فشل، ما في فشل في 15 مشروع تعسروا، لكن تمام. تعسروا بسبب ظرف خارج عن اراده الشباب. لانه هو بالنسبه له هذا حلم. شلون انت كان حلمك تفوتي استوديو؟ هو حلمه انه يكون عنده مشروع. تمام اكيد. نعم. شيء حلو كثير الواحد يحقق حلمه. بس خلينا نحكي كيف فيهم يتواصلوا معكم، كيف فيهم يقدموا افكار او يستعينوا بالدراسه معكم؟ اي شباب عم يتابعونا اي اي سي دي فيسبوك، اي اي سي دي منظمه المعهد الاوروبي للتعاون والتنميه انتر، وحتلاقي بدل يعني خمسه بدل واحد يساعدوك. وبالمناسبه كمان هيك الشيء بالشيء يذكر، هلا انا جاي عن يعني جاي لهون، فكان بالمكتب عندنا لجنه، فكنا عم نشوف المشاريع اللي نجحت. كل شهر بنعمل لجنه لتقييم المشاريع. المشاريع ما عاد مثل الاول، يعني من سنه كانت المشاريع هي عباره عن شيء بتشبه ما يحدث برا، مثل اوبر مثلا بده يعمل شركه تمام. سيارات بده يعمل ستور اونلاين، محل بيع البسه اونلاين. لا اليوم لا، اليوم في هو بده يعمل جهاز تنفس، هو شاف انه في كورونا، فهو شايف انه السوق اليوم هيك، اليوم بده يعمل هو مبادره لا ليساوي مجلة طفل. يعني المشاريع اليوم اختلفت تطورت، لذلك انا برجع بقول انه اليوم الشباب عندهم وسائل قد لا ما كان يملكها الجيل السابق، بس عندهم شويه سرعه، مستعجلين. مستعجلين هن عم يشوفوا شخص عنده شركه، فهم عم يشوفوا بس قصه حياته بال12 حلقه اللي قبل الحلقه النهائيه قديش تعذب. صار عنده شركه قديش تعذب. اكيد هذا الشيء انت عم تساعد الشباب انه عطاتيهم قوه وعطاتيهم ثقه بالنفس وصحه نفسيه وجسديه، وعم نبني هيك جيل شباب واعي وعم يتحمل المسؤوليه مثل ما عم نحكي. وفي شيء مهم جاي تمام، يعني انا مو لاني على التلفزيون يعني ابدا، انا احيانا افاجئ باجوبه لشباب وبتصرفات وبمشاريع انه واو انا يا ريت كنت مثله لما كان عمري 20 سنه، انا ما كنت تمام هيك. ان شاء الله يا رب هيك التوفيق للكل، وما في احلى من الطاقه الحلوه والبدايات دائما ان شاء الله تكون موفقه لكل شبابنا، ويعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا. اخباريه فريق عمل فظيعين وراء كواليس عن جد فظيعين. شكرا جزيلا. شكرا لك.